ليتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. بعد مرور نصف قرن على تاريخ أول وآخر صعود إلى سطح القمر. نعم نعم. لماذا لم يتم الصعود مرة ثانية؟ هل حقيقي صعود الإنسان لسطح القمر أم لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة هذا السؤال يعني حقيقة وردني عدة مرات وقبل سنوات طويلة ولا زال يتكرر حتى الآن. الحقيقة أحبتي في الله، موضوع الصعود إلى سطح القمر أنا بالنسبة لي أعتقد أنه حدث يقينا. سأقول لكم لماذا، وسأقول لكم لماذا لم يتمكن العلماء أو لم يعني يكرر العلماء هذه التجربة. مع العلم أنهم صعدوا في أوائل السبعينيات، يعني مضى 50 سنة ولم يحققوا هبوطا ناجحا حتى الآن. لماذا؟ فهناك كثير من الناس بدأوا يشككون في حقيقة صعود الإنسان إلى سطح القمر، وقالوا هي عبارة عن تمثيلية تم تصويرها في هوليوود ومخرج أمريكي قام بذلك وكل الأمر هو عبارة عن مسرحية. الحقيقة سأقول لكم أحبتي في الله، تكلفة الصعود إلى سطح القمر في ذلك الوقت حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في عام 1969 حسب قيمة الدولار في ذلك الوقت كلفت بحدود 25 مليار دولار، بل أكثر من ذلك بقليل. هذه التكلفة لو حسبناها اليوم في عام 2021 ستكون بحدود 200 مليار دولار مع حساب قيمة التضخم، لأننا نعلم قيمة العملة تتضخم كل عام. أمريكا كانت تنوي أن تسبق روسيا لتحقيق حدث تاريخي وهو هبوط أول إنسان على سطح القمر. يجب أن يكون أمريكي لأن هذا يحقق لها الشهرة ويحقق لها مكاسب سياسية وإعلامية وغير ذلك. فبذلوا مجهودات كبيرة ووضعوا مليارات الدولارات من أجل تحقيق هذا الهدف. بعد أن تحقق هذا الهدف الحقيقة لم يعد هذا البريق الإعلامي مهم بالنسبة للصعود للقمر. يعني اليوم من أول إنسان سيهبط على المريخ لا أحد يعلم. العلماء حتى الآن لم يستطيعوا من أن يرسلوا إنسان واحد إلى سطح المريخ. يمكن أن يذهب ولكن لن يعود. الذهاب سهل ولكن العودة صعبة. إذن أيها الأحبة، سبب عدم تمكن العلماء من إرسال إنسان آخر إلى سطح القمر هو سبب مادي. يعني اليوم العلماء سيتكلفون 100 مليار أو 200 مليار دولار على إرسال إنسان، يعني الحقيقة لا غير مجدي أن تدفع هذا الرقم مقابل تكرار التجربة ذاتها. هذا أولا. الشيء الثاني الذي يجعلني أنا شخصيا متأكد من أنهم صعدوا بالفعل أن هناك بحدود 400,000 عالم وباحث وفني ومهندس وخبير ومراقب إلى آخره، 400,000 شاركوا في هذا الحدث التاريخي في وكالة ناسا وخارج وكالة ناسا في دول مختلفة من العالم. فلا يمكن أن كل هؤلاء يتواطؤون على الكذب. الشيء الثالث، شارك في هذا الحدث التاريخي بحدود 20,000 جامعة ومؤسسة وشركة وهيئة إلى آخره. فكل هؤلاء سيكذبون مثلا، طيب لماذا؟ الشيء الثالث أيها الأحبة، روسيا كانت تترصد بأمريكا، وروسيا لديها أقمار اصطناعية ولديها تجارب في التحليق حول الأرض وأرسلت مراكب فضائية قبل أمريكا للتحليق حول الأرض. إذن روسيا لو كانت أمريكا لم تصعد إلى الفضاء
أول من سيكشف هذا الأمر العدو اللدود في ذلك الوقت وهو الاتحاد السوفيتي قديما، وهناك الصين، وهناك دول كثيرة معادية لأمريكا ستكشف هذا الأمر. الكل لم ينطق، والكل اعترف أن العملية الصعود تمت. ثم إن هناك وكالة ناسا، من يذهب إلى هناك يجد في مختبراتهم كمية من الصخور والأتربة تم تحليلها من قبل علماء مختلفين، وهذه الصخور والأتربة القمرية لم تأتي عن طريق النيازك، بل جاءت عبر مركبة فضائية لأنها لم تتعرض للاحتراق. يعني هناك صخرة في وكالة ناسا تم تحليلها وهي مطابقة لمواصفات صخور القمر، ولم تحترق، لم تتعرض للاحتراق كنيزك، لم تنزل كنيزك، لأننا نعلم أن النيازك عندما تنزل تحتك بالغلاف الجوي ويحترق جزء كبير منها على حدود الغلاف الجوي، ثم تهبط وتنزل على الأرض وتتكسر أو تتحطم. إذن كل هذه دلائل تؤكد أن الإنسان صعد على سطح القمر. ثم إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لديها صواريخ ولديها علماء ولديها برامج، كل هؤلاء ضمن إمكانياتهم الصعود، يعني لم يفعلوا شيء مستحيل عقليا، لا هو منطقي. والدليل أنه منطقي أنهم أرسلوا مركبات فضائية أو مسابير فضائية إلى المريخ الذي هو أبعد من القمر بكثير، وعملية الوصول صعبة جدا، أرسل ولكن غير مأهولة. إذن أيها الأحبة، هذا هو جوابي على حقيقة صعود الإنسان إلى سطح القمر، ونقول هذا الأمر مؤكد بنسبة 100%، ولا تنخدعوا ببعض البرامج التي تظهر من هنا وهناك وتقول إن الأرض مسطحة. طبعا هذا موضوع سنتناوله إن شاء الله في لقاء قادم أو في حلقات قادمة، وأنه لا يمكن الصعود إلى سطح القمر، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في آية عظيمة أنبأ عن مثل هذه الأحداث، وسأختم بهذه الآية. الله تعالى يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. يعني لو أننا فتحنا عليهم بابا وصعدوا خارج الأرض إلى السماء فظلوا فيه يعرجون، يتحدث الله عز وجل عن الحركة التعرجية، وحركة الصواريخ التي تصعد إلى القمر كلها حركة تعرجية بسبب دوران الأرض ودوران القمر ودوران المجموعة الشمسية بشكل عام. لقالوا إنما سكرت أبصارنا. رواد الفضاء الذين صعدوا لأول مرة، أول إحساس شعروا به خارج الأرض أنهم كأنهم أغلقت أبصارهم، شعروا بظلام دامس عندما غادروا طبقة النهار الرقيقة التي تمتد لمئة كيلومتر فوق سطح الأرض. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهذه الآية تعطيك أو تنبئ بإمكانية خروج الإنسان خارج الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.